هيا نشوف شنو قالوا التوانسة على الشركات الأهلية. مرحبا بكم في فيديو جديد. سألناكم في الفيسبوك على رأيكم في الشركات الأهلية في تونس، وجاونا برشا آراء مختلفة. برشا منكم قالوا الفكرة باهية في الظاهر، أما ينقصها برشا حاجات باش تنجح، يعني كان فما بنك خاص وتمويل ياسر باش يعاونها. البعض شككوا في الفعالية متاعها وقالوا ما هيش إلا شعارات وباش تزيد تألك على الدولة. ناس آخرين شافوا فيها باب للفساد والمحسوبية. واحد حتى قال نتصور واحد غني يعمل شركة أهلية بأسامي، كيف باش ياخو في الحوافز متاع الدولة. أما مش الكل ضد الفكرة، فمشكون قال راهي فرصة باش نعيدوا النظر في الاقتصاد ونساندوا المناطق متاعنا. بالطبيعة رأيكم هو المهم. شنو رأيكم أنتم؟ قولولنا في الكومنتارات. وإذا عجبتكم الفيديو متنسوش اللايك والسابسكرايب. نراكم في فيديو جديد.